مشكله اخرى دائما جلبه رمضان وبتنبات. شوفوا معايا الجلابه اللي لابسه خاوله ما شاء الله، والثمن شوف الكريبه البنات بتنبات في الصاله هذه المخزنيه، افتيحات في الجناب. هادو ديزاينات كيحتاجو بالنسبه للجلابه اختي لطيفه، عندنا موديلات بزاف فيها. هادي ديال التنبات دخلنا فيها موديلات بكثره، قلنا 20 زواقه. شوفوا لبسنا لكم هاد الموديلات هادو كما كتشوفي. شوفوا معايا اللي لابسه نوره عاوتاني زوينه ما شاء الله، التنبات دائما باليد كما كتشوفي، هابط حتى لتحت الجنيبات حتى هما دايرين بالحجار، كلها مخدومه بالتنبات. هذه فصاله اللي لابسه نوره، هاد الصفراء الايفازي، يعني داروا لكم جميع الفصالات تطردي جميع الاذواق. ها انتوما قرب لكم، وكاين اللي حقيقي درتو لون واحد، وكاين اللي دخلتو فيه الالوان. كنبقى نلعبو بالديكرادي حيت هذا الرسا هذا كيمشي بالديكرادي. والافتتاحات في الجناب هكا ها انتوما، والثمن 450 درهم من ال تال 3 اكس ال. الكولور ديالها في هذه الكولور، عطيونا الالوان ديال هذه. اخر زواقات كملنا، كاين زواقات بزاف بزاف، شحال قدنا نلبسو. الزواقه ديال التنبات شوفوا معايا، هذه حتى هي اللي ملبوسه، شفتوا هذه الزواقه هذه الالوان ديالها. الالوان تقريبا دوزناهم واخا نشوفوهم، يعني هادو اللوينات اللي ما لبسناش. بالنسبه للعدد عندنا واحد 400 حبه اللي فيها تال ابيض، كاين واحد 400 حبه واجده دابا هذه. زيد الالوان، زيد اللون على اختي لطيفه، ورش معاك تتحلي هذه سي الزروالي ابيض باللوينات العريصات ديالنا. او على هذه كي دايره ما شاء الله، شوف شوفوا هادي، شوفوا هاد البيضه العريصات ديالنا، شوفوا شوف هذا، يعني راه لبسنا و وما وفيناش في كلشي. ماشي راه كاين 20 زواقه، لبسنا تقريبا 9 ديال الزواقات اللي لبسنا. خلينا يا هذه زواقه واعره حتى هي، هذه كي دايره شوف شوف هي. بالنسبه للعدد الكميه كاين 400 حبه واجده. خلينا هاد الفيولي هادي، ولا اينوي ولا اش كيقولوا لها، اينوي اينوي هذا. شو زواقات مختلفين، يعني حنا لبسناكم غير 9 الموديلات اللي لبسنا. شوف ما شاء الله العام موجوده، وبالنسبه اللي طاق فيها من الاي حتى للطوا. هاد الرش مسامير هادي، والدراري اللي تيطويو سمحوا لينا. شوف او فنان انت، شوف 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 تيرش رش رش تيرش رش اللي بغى الخفيف، اللي بغى الثقيل كلشي. هذه بحال اللي لابسه اكرام، 450 درهم هي من ال 3 اكس ال جلابه. ان شاء الله باذن الله، الله يبلغنا ليه ان شاء الله بخير وعلى خير. نشوفوا موديل اخر يلا. بالنسبه للعلوان البنات، هذا هي قصاريه ديال الحفاري، هنا كاينين موالين الذهبيه. سولوا غير على موالين الذهبيه فين كاينين، مدرسه انقره هي هذه، شفتوا هذه هي مدرسه انقره. هنا كيكونوا مالين الحرير واللي كيبيعوا التواب بحال هكا، وبلاصه معروفه بمالين الحرير ياك باش ما يشدوش الناس. قصاريات الحميديه ها انتوما، قصاريات الحميديه الباب 8 هذا، بالنسبه اللي بغى يدخل القصاريه يدخل من هنايا الباب 8 ويقلب على المحل 199. اللي ها انتوما ها اللوغو ديال قفطان الزروالي، هو هذا حيت بدلناه. ها انتوما ها المدخل القصاريه، الباب مدخل رقم 8، والدروج اللي غنطلعوا ليهم باش نلقاو ديبو ان شاء الله. ها انتوما غير كتطلعوا مع يعني باب القصاريه مع كاين الناس، ما بغيتش نشد لكم باب القصاريه مدخل 8. وها انتوما الدخله اللي كطلعنا للديبو الفوق، ها انتوما غير كطلعوا كيبان لكم ها هو اللوغو ديال قفطان الزروالي. سمح ليا ها انتوما ها اللوغو، غنطلع مع الدروج غير غادي نطلع غادي نرقى. ها انتوما ها المحل، شفتوا ها هو باللوغو ديال ها هو قفطان الزروالي، هنا فين كاين الديبو. بالنسبه للناس اللي بغات القصاريه راه المحل 199، ومرحبا بكم ومرحبا بكم.